والله تحكون الأخرس، والله العظيم تحكون الأخرس. رد أرجوك، رد أرجوك، تقاعد الأنبار، رد أرجوك، هاي آخر مرة. سمعتني سعادة مدير التقاعد بالأنبار لولا؟ هاي رابع مرة أقول لك، ما جاي أجد منك ولا من بابك، وبالحلقة الجاية إذا ماكو رد راح تسمع مني قد يكون ما لا يعجبك. أنا أطالب بحقوق الناس، وهذا مطلوب منك أن تجاوب، افتهمت لو لا؟ هذا بحكم مسؤوليتك، تقدر لها استمر، ما تقدر لها خلي يشوفون واحد غيرك يحترم الناس ويحترم الإعلام ويحترم معاناة العالم. 12 سنة هذا، وفي كل حلقة عدي طلايب بتقاعد الأنبار. رد للمرة الأخيرة، وبالحلقة الجاية أنا وأنت لنا كلام آخر.